الله منيا. الله يحييك. يا حي الله منيانا، يا هلا ومرحبا. يا هلا حنون، شلونك؟ وين مشتاقت لك. وي حنون يا حلوة، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. هلا ناصر، شلونك؟ الحمد لله بخير. بشرنا عنك، عساك طيب. بخير الحمد لله. هلا فيك، يا هلا ومرحبا. حياكم الله، يا هلا وسهلا. الله يحييك. اقول ابو فواز، يقولون انت اليوم زايرنا المغفر. اي والله، سيارتي محجوزه عندكم. ناصر، هم بتسولف عن الشغل اليوم؟ ويهو اللي عافيكم، قعدوا انتوا هني وانا وياهنا بنروح المطبخ نذهب العشاء. اعطيني جنطتك حطيها، تعالي امشي تعالي. وي الله، يعني مش لقيت لك، اخبارك؟ حياكم الله. اقول ابو فواز، ترى انا المحقق اللي قاضي بالقضيه، واظن القاتل هو اللي طرش عليك الريال وباك سيارتك. انت ما تعرف عدل ناصر؟ انت الحين في بيتي؟ هم بعد تحقق وياي في بيتي؟ لا لا، العفو يا فواز، العفو. بس تدري هذا النوع من القضايا الوقت فيها حساس، خصوصا ان المجرم هذا حاول يذبح واحد من المحققين امس. اي بس يا ناصر، انا بصراحه قلت كل اللي عندي قدام المحقق عندكم بالمغفر، ما عندي شيء ثاني اقوله. على خير، لا تحاتي، راح نصيده. زيد، متى ما صدتوا؟ مو يقولون كل مذنب ياخذ عقابه، لكن عقاب الله سبحانه وتعالى فوق الدنيا كلها. تفضل تفضل سريع تفضل. المحقق إبراهيم أمس دعمته سيارة، والحين هو بالعناية. شو اللي تبي بالضبط؟ باش تروح المستشفى وتسأل المحقق ناصر وتسأل عقيد ناصر عن السيارة اللي دعمته وش اللي لقوه بالدبة. إيه بس أنا ما أشتغل عندك، وش لي من هالسالفة؟ اللي لي منك انك ما تموت، اللي لك انك ما تموت. رياض، انا وياك قاعدين نغير، والتغيير ياخذ وقت. وبعدين لا تنسى انت شريكي الحين. شريك؟ لا يبا، انا ماني شريك احد. تسمعني، ماني شريك احد.